حجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد أشوف الصور أرجيك علي هون. هي شغل بعية. الشيخ جعفر إدريس إيه عرفتوا الصورة الشيخ جعفر إدريس. نوفمبر 1992 ما شاء الله. هذا مين حده؟ عبد العزيز الجمعة. عبد العزيز الجمعة ما شاء الله صحيح. وهي حضرتك؟ حضرتي وانت حدي. انا كنت شاب. ها؟ كنت شاب وبعدك شاب ما شاء الله. ايه هسه بعدي شاب صبغ ابيض. ايه شاب هيك هيبي. هذا سمير الحايك. واللي وراه هون؟ وراه مش عارف هذيك كان من هنيك. ايه الحمد لله. الحمد لله. فيك عملنا هذا دورة العلوم العربية نعم والإسلامية في الجامعة الفيدرالية في بهية ب92 ب92 من إجا عليها؟ إجا من الجامعة الإسلامية به؟ إجا من معهد العلوم العربية الإسلامية في واشنطن الشيخ جعفر إدريس والدكتور عبد العزيز الجمعة. وكانت المفاجأة أنه وقفت امرأة من بين الناس وتقول هي أنها هلا نشوف. وقف 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 حتى نشوف هاي الامرأة عندك. هلا شوف إلا شو لك منها ترجع بس. هيدي كمان بهية. شو عم تعمل هوني؟ هوني عم صلي الأشكال الجمعة فيه هون أو شيء. هيدي بهية بالمركز الإسلامي في بهية. نعم. هي جبت لك المسبحة تبع عم بيني شوي. جبت المسبحة جدا. وقفت هذه الإمرأة وتحمل ثلاث أشياء معها. نعم. سبحة أبوها وفيها 100 وحبة واحدة والمصلية والمصحف المكتوب بخط اليد بخط مغربي. يا الله شتوش يعني المصحف. أنا قالت قفوا أيها الناس هذا الحفل هو حفل لي ولآبائي. هذه مسبحة أبي وهذه مصلية أبي. أنا سبحان الله سبحان بدك تحسن القيادة. ايه هاي إلما هاي الدكتورة إلما اللي بعثت الست الشهيرة لحتى تحكي معنا. الدكتورة إلما هذه عندها معلومات كبيرة عن الإسلام والمسلمين والتاريخ الإسلامي وشاركت معنا في مؤتمرات. سبحان الله الكريمة. وكانت الندوة موجودة في جامعة بهية جامعة الفيدرالية في بهية وكانت تحدث ست الشعرة. وهنا كانت مفاجأة كبيرة. أتاني أحد أساتذة الجامعة وسلمني أوراق احتجاج. شو هي الأوراق الاحتجاج؟ فأنا أخذتها وحيتها ما عرفت أنها لازم أقرأها أنا أورا. نعم. فغضب الرجل وأغرى غضب غضبا شديدا وقال بشدة أنه هذا استهتار بالجامعة واستهتار فيه وبرفقائه. بدو أنا أقرأ اللوائح المانيفيستو اللي عمله العريضة اللي عملها. فقرأتها فوجدت أنه نحن فريق المخنثين في الجامعة وأنا رئيسهم نحتاج على هذه الندوة هنا خاصة أنكم وزعتم كتاب في هذه الندوة وفي أسواق السلفادور تقولون فيها بأن المخنثين ينصحوا ويعالجوا وإلا يقذفوا من
جبل شاهق وصخرة شاهقة إذا ما كان في أمل في عودتهم وتوبتهم. فأنا أتيت لأحتج وأحذركم أننا سننتظركم بالخارج وسترون ماذا يحصل. يعني للدعوة مخاطر. الدعوة مخاطر. كانت تجلس بجانب مديرة الجامعة. نعم. فهمست في أذني وقالت دعه يتكلم ولا تجيبه بشيء ودع الأمر أنا أعالجه وإلا ستكون فتنة في الجامعة. نعم. فأنا أتوكل على الله إن شاء الله. وبعدين فوجئت أنهم مجموعة حاطين شفرات بس لي شفرات بيبي مسلحين فيها وحطينا بحلحهم كيف بيخيبوا الشفرة. فأدت ناد مديرة الجامعة وعالجت الأمر وجابت أمن طلعنا به خلال الأمن. الله أكبر. عمر كسولي وهذا المسلم الأستاذ في الجامعة. هذا تشيرة. لا مش تشيرة. بالي. ايش هو التشيرة؟ كم شو التشيرة؟ مين تشيرة؟ هو اللي كان هناك عالم التاريخ عن الإسلام والحكى عن الإسلام. إيه لا لا تشيرة طبعا طبعية ناونا مش هو. بدك ترجع في الشيخ اسمه لويدي أو كذا مسلم. لويجي لويجي. إيه. يمكن لويجي. إيه معقول. نعم. شو همين هذا؟ هيدا اشترينا منه المركز الإسلامي. اشتريت منه المركز الإسلامي. نعم. ب شي $100,000. وعدوا لي فيش معي يدفع لك، بدفع لك بعد شي 3 أشهر. ايه. وعمل له وياه وكل شيء. وخلال هالفترة صار تضخم بالمصاري، صار ال $100,000 ب 44. يا لطيف سبحان الله. فأنا كنت فزعان من الزلمة ما عادش يرضى ما عادش يرضى. حملت حالي رحت على بهي ورحت لعنده. السلام عليكم كيف نحن اشترينا وبعنا؟ عليه اشترينا وبعنا. نعطيك مصاري يلا عملنا سكتورة عملنا سكتورة. وأنا لما عملنا سكتورة فرحان وكذا جماعة المسلمين عضاد يعملوا شغل عسكري بالمركز. رحنا على المركز سلمني المفاتيح كانوا الناس موجودين هناك. فواحد رفع الأذان وأقام الصلاة مسك التلفون وعيط وتلفن لمرته هيدا نسيت اسمه قال له يا ماريا غلوريا غلوريا ديوس نص كازا بس يا كازا دي ديوس. ايه الله اكبر ان حمد الله بيت عبد يصير بيت الله. سبحان الله سبحان الله العظيم. بكيت لما نحلي على غار وعبطنا علي كثر خيرك وما شو بيش بده يصير هالشيء عندها بالبيت تبعي كان تبعي بعاصمة ولاية باهية. عم يحكوا عن السر ذلك الحاج احمد الصيبي وين هون لك وين ما اجبلنا ما اش كان صلي فيه هون ما اعطي درس وكذا محاضرة في السلبة. قرأت بصوت عالي والله بنيت سمعنا شو الخلاصة؟ الخلاصة يا سيدي نعم. الخلاصة ستقام ندوة عن العلوم العربية والإسلامية بالتعاون مع بعض المؤسسات هناك. تبدأ هذه الندوة ب 11/11/2001 في القاعة الرسمية للجامعة الفيدرالية في مدينة سلفادور بهية كما وسيقام افتتاحه رسميا بتاريخ كذا كذا ما شاء الله حيث سيصادف اليوم الوطني للضمير الإنساني والتمييز العنصري بمناسبة مرور 100 سنة على موت زومبي. زومبي دوس بالماريس. نعم كان عبد مسلم
كان قائد ثورة وكذا يحتفل فيه السود سنويا، فنقيم حفلا تشارك فيه ولايات حكومة الولاية وزارة التعليم وقيادة المنظمات الشعبية، وتقيم حفلا خطابيا نحدد ونقيم حفلا خطابيا على سكان البلاد الإسلام بجذوره وأهم المواضيع التي تتطلب. افتتاح أول مركز إسلامي في بهية، شو قصته هذا المركز الإسلامي؟ افتتحت هيئة اللغات الإسلامية العالمية مكتب البرازيل أول مركز إسلامي يقام في منطقة بهية التي كانت معقلا أساسيا لثورات المسلمين الزنوج ضد الاستعمار البرتغالي في القرن الماضي. وتسعى الهيئة من خلال افتتاحها لهذا المركز إحياء الإسلام في تلك المنطقة، وذلك عن طريق توعية ذرية أولئك المسلمين وتعريفهم بدين أجدادهم وآبائهم. ويرعى شؤون المركز الآن أحد الشباب النيجيريين والذي فرغته لمتابعة هذا العمل فيه الواحدة 91 طلب إسلامي في دار الوثائق البرازيلية. كان المركز البرازيلي بيفرح الأعضاء اللي زاد دار الوثائق العامة لولاية بهية. بهية فيها وثائق كثير سيء، وذلك الاطلاع على وثائق في معرض بعض أظنين، وعن صلح الأخ الذي زار الوثائق بأنه اكتشف وثائق مهمة عن تاريخ المسلمين الأفارقة، ولدنا جرم الاستعمار بغير كرقيق إلى البرازيل. وتوجد في الدار العديد من الملفات ومختلف العناوين التي تلقي الضوء على تلك الانتفاضة التي حام بها أولئك الرقيق التي دلعت في مساء 24/1250 الموافق 24/1835. إسلام مركز الإسلام الجديد في بهية، خمسة برازيليين بينهم ثلاثة أساتذة جامعيين يشيرون الإسلام. هذا المركز هي المركز استلمته بأي سنة تذكر؟ بالتسعينات. شوفها مكتوب هوني بـ7 مايو 1993 ميلادي. استلام المبنى الجديد للمركز الإسلامي بنية سلفادور بولاية بهية في البرازيل، وقد تم تسديد قيمة البناء الذي يضم 650 مترا مربعا إن شاء الله. شوفي إضافة إعتراضات كبيرة ما مثل عبد الحميد أبو بكر كان أحمد الأستاذ بعده لا يزال هناك. سبحان الله. احنا في بيت الحج احمد علي الصيفي مع المرأة اللي اجيت وقالت انا مسلمة. شوف المسبح تبعها ومبين المسبح تبعها قديش كبير. شوف هي مبين صورة دكتور جعفر شغل رئيس الدكتور عبد العزيز الجمعة ومع احدى حديدات المسلمين.